بالمناسبة النهاردة هو يوم رائع جدا بالنسبة لواحد زي يقدر جدا 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 لدرجة التبجيل الثقافة بأنواعها المختلفة. فلما أشوف النهاردة جايزة النيل بتمنح لمجموعة من كبار المثقفين المصريين، وجايزة النيل دي هي الجائزة الأبرز في هذا المجال بل والأهم في هذا المجال، فأشوف أن الجائزة تمنح للأستاذ إبراهيم عبد المجيد على سبيل المثال، كاتبنا العظيم والروائي الذي لا يشق له غبار. ده الأستاذ إبراهيم عبد المجيد يا جماعة، أنت متخيل؟ طيب أنا هنا مش بتكلم على مسألة هل الجائزة تضيف إلى الحاصل عليها ولا لا، أنا اللي يهمني دايما هو مسألة التقدير، كيف تقدر الأوطان كتابها ومثقفيها. أنا مش مهموم قوي بقصة أن أقعد أحكي لك الحدوتة بتاعت إمتى تولد الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، نشأ وتربى وتخرج من جامعة مش كل الكلام ده بالنسبة لي شيء لطيف ورائع، بس مش ده المهم. هي المهم الأستاذ إبراهيم عبد المجيد نفسه. ومش عارف هو معانا على التليفون ولا لسه معانا. العظيم أستاذ إبراهيم عبد المجيد منور، اهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا بيك. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ انا ما ينفعش اتكلم يا استاذ والله. استاذ ايه في وجودك بس؟ ما ينفعش ما ينفعش. الله لا تقبلها اللغه. اولا طبعا مبروك على جائزه النيل. ويمكن كنت بقول انه انا مش من انصار ان الجوائز تضيف الى اصحابها من القامات الضخمه، ولكن بتبقى مهمه اظن في مساله ان الوطن يقدر مثقفيه وابنائه، ولا ايه؟ والله شوف يا استاذ يوسف، طبعا يعني ده كلام جميل وكل حاجه، لكن في النهايه يعني احنا عملنا اللي علينا وتعبنا وحبينا الكتابه وحبينا الادب، ويعني سواء جت في الميعاد او اتاخرت، فانا بقول للناس ان المهم الاخلاص للكتابه، ومش مهم اي حاجه تحصل بعد كده، لان قراءك هم رصيدك الحقيقي، وهم يعني هم غناك الحقيقي، هم قراءك، والجوائز بتيجي في وقت يعني في اي وقت تيجي، مش مشكله يعني، ما تحطهاش في دماغك يعني، وبتيجي في الاخر يعني. وبتيجي في الاخر، بس هي لما بتيجي من بلدنا بتبقى احلى. يعني انا عارف الاستاذ ابراهيم عبد المجيد حصل على الكثير والكثير من الجوائز من خارج مصر ومن خارج المنطقه العربيه كمان، بس لما بتيجي من بلدنا بيبقى لها طعم تاني. طبعا طبعا يا استاذ، طبعا. استاذ ابراهيم خليني هنا هسالك، وانا عارف انك هتدي لي اجابه شديده الوضوح، شايف مستقبل الروايه المصريه فين؟ والله هي الروايه دلوقتي تقريبا هي اكبر فن منتشر بين الناس. لكن الروايه بينقصها حاجات مش هي نفسها اللي بينقصها. زي بينقصها مناخ ثقافي اكبر. بمعنى ايه؟ الروايه قراء ونقاد موجودين، مجلات وصحف موجوده، لكن بينقصها السينما. يعني السينما فن قام على الرواية. طبعا احنا عندنا السينما ما بتعملش افلام كتير في السنة، دلوقتي بتعمل 20-25، ده عملت 20 أو 25 كويس قوي. المسلسلات نفس الحكاية. فكان زمان الرواية هي رصيد الفن السينمائي، حتى لما في طلعت موجة المخرج المؤلف يعني داود عبد السيد الكاتب المخرج العظيم اللي فاز بجائزة النيل، انا بهنيه من قلبي. أيوه. رغم ان هو احد كبار المخرجين المؤلفين، لكن لما جه يعمل افلام عظيمه عمل عن روايه الاسوان وروايه الخيال شلبي، طبعا غير افلامه الثانيه اللي هو عملها بألفها بنفسه يعني، زي ارض الخوف في حاله اخرى، عمل الكتكات لابراهيم اصلان ملك الحزين في حاله. فالسينما غايبه عن فن الروايه، بينما السينما قامت على فن الروايه. هو ده اللي ناقص الحياه الثقافيه والحياه الادبيه. لكن الروايه هي قوتنا الناعمه المنتشره جدا في العالم العربي، واللي موجوده في كل المعارض، واللي بتدخل كل البلاد وكده يعني. طيب ناس بتيجي لما بتترجم روايات، ناس بتيجي بتزور مصر عشان، يعني انا مش عاوز اتكلم عن نفسي يعني، بس في ناس بتيجي معاها لا احد ينام في الاسكندريه وتقول العنبر طبعا والاسكندريه بالانجليزي، ويروحوا اسكندريه يشوفوا الاماكن يعني. صحيح ده صحيح 100%. واخد بالك يعني كده يعني من بره يعني. ما ده جزء مهم، او بالاصح ده دور مهم ايضا بتلعبه الروايه المحكمه او الروايه المهمه او الروايه العميقه، انها تدفع القارئ للبحث حولها يعني، وفيما وراءها. يعني عارف خد نوبل مثلا، السياح اللي كانوا بيجوا مصر زادوا عشان يشوفوا مصر القديمه والغوريه وشوارع الحسين والكلام ده، مش اماكن اللي كتب عنها نجيب محفوظ. طيب هل اقدر اقول استاذ عبد المجيد راضي بنسبه قد ايه عن الجيل الحديث من الروائيين المصريين؟
انا راضي بشكل كبير جدا، لان انا اقدر افرق بين الحاجات السريعه والحاجات الكويسه. الحاجات الكويسه كتير جدا جدا يعني، واخد بالك؟ بينقصها بس يعني ان هي المجلات الادبيه موجوده، لكن مش كفايه عشان تعتني بيها، لكن موجوده يعني، بس مش كفايه، مش كفايه يعني. النقد موجود لكن مش كفايه، النقاد مش قادرين يعني يتابعوا الاعداد الكبيره دي. لكن في عدد كبير قوي عادي، ما بس ده يمكن في الاول، او في ناس دلوقتي كلها بتحب الروايه، فاي واحد بيقول لك هات روايه بقى وكده وبتاع يعني، واخد بالك؟ أيوه. بس الروايه يعني في الاخر ما بيستمرش يعني، لان الروايه بتتغربل المساله، لان الروايه فن مش سهل، فن صعب، ليه تاريخ طبعا، ليه مذاهب، واخد بالك؟ وليه مذاهب واتجاهات ادبيه، وازاي تكتب وازاي تستخدم الافعال وازاي الماضي وازاي المضارع، وازاي الموضوع كبير جدا يعني ومعقد يعني. طيب. لكن بشكل عام في ناس كتير قوي، بس انا ما بحبش اقول اسامي لان بنسى بعض الاسماء وبيزعلهم. ماشي. فلما بكتب ست سبع اسماء الباقي بيزعل، فلان هم كتير جدا يعني. طيب، يمكن انا كان عندي زي اجتماع لطيف كده مع القائمين على المركز القومي للترجمه، وانا حتى قلت لهم نصا انا عندي اعتاب كبير انه انا لدينا اجيال في مصر تعرف جيدا باولو كويلو وجارسيا ماركيز ولا يعرفون من الأسماء العربية أحد. فيجي السؤال، هل إحنا، وده اللي كنت بسأله لهم، هل إحنا بذلنا جهد كافي في حركة الترجمة العكسية فنترجم رواية حاجة من الحاجات السيئة؟ أيوة، اللي أنا كتبت فيها لما كانش محطوط في، ومش محطوط لحد دلوقتي في بنود الوزارة، لكن مثلا محطوط فين؟ الجامعة الأمريكية لما بتعمل جايزة نجيب محفوظ اللي بيفوز بيها بتترجم اللغة الإنجليزية. لما بيعملوا جائزه ثوارس للروايه من سنه قرروا ان الروايه الفائزه تترجم للغه الانجليزيه. واخد بالك؟ لكن انا كتبت مره قلت يا ريت يتعمل بند في وزاره الثقافه زي تخصيص 10 مليون جنيه في السنه لترجمه الروايات المصريه للخارج، لان في دول عربيه بتعمل كده. يعني السعوديه بتعمل كده مع كتابها دلوقتي. هايل. ففي دول عربيه بتعمل كده. فقلت يا ريت 10 مليون جنيه في السنه دول يعني ما يجوش يعني نص مليون دولار. واخد بالك؟ ليه؟ عشان يدفعوا حق المترجم، لان دور النشر اللي بره الترجمه دلوقتي قلت شويه عن زمان. ليه؟ لان دور النشر بتعتمد على الدعم، الجوائز يعني، جائزه البوكر مثلا اللي بيفوز بيها بتترجم انجليزي، لان الجائزه نفسها بتدفع حق الترجمه الانجليزي. واخد بالك؟ جائزه الشيخ زايد كانت حكايه، لان الجائزه نفسها بتدفع حق الترجمه الانجليزي بلغه واحده يعني، واخد بالك؟ قطاره بلغتين او ثلاثه، انجليزي وفرنساوي وطلياني وكده. فاحنا المفروض نعمل ده حتى مش الجوائز يعني، لان هي المترجم اللي بره عمره ما هياخد اكثر من 15000 دولار يعني 300000 جنيه. فانت لو عندك 10 مليون جنيه ولو قسمتهم على 300000 كل 1000 ثلاثه، يبقى عندك 30 عمل هيتم بلغه اخرى في الخارج. صحيح. الناشر بره هيدفع حق النشر بس. لكن لان حق المترجم كتير. واخد بالك؟ فكتبت ده وتمنيت انه يحصل، وبتمنى انه يحصل. يا الروايه والشعر والكتب الفكريه الكويسه وكده يعني، بتمنى انه يحصل يعني. انا بشكرك جدا، انا بشكرك جدا يا استاذ ابراهيم والله. بيبلغ 10 مليون جنيه، او وزاره الثقافه تطلب من المجتمع المدني او المجتمع الاهلي انه يساهم في الحكايه دي، هتلاقي رجال اعمال يساهموا بالمبلغ ده يعني. طب تعتقد فعلا يا استاذ ابراهيم ان رجال الاعمال عندهم استعداد حقيقي للمساهمه في حركه الترجمه يعني العكسيه؟ يعني لحد دلوقتي ما حدش بيعمل جوائز ولا بيهتم غير عائله ثويرس ربنا يخليهم. لكن ما فيش حد تاني لحد دلوقتي. لكن لما يلاقوا ان الدوله بتطلب او الوزاره بتطلب ممكن يفكروا، وخصوصا معروف يعني في القانون او يعني مفهوم يعني ان المبلغ ده بيتشال من الارباح بتاعت الضرايب يعني. ما بيدفعش عليه ضرايب يعني، بيتشال من ارباحه يعني، واخد بالك؟ فبيقلل ضرايبه شويه يعني. فلو تخيلنا احنا 10 مليون من ايه؟ يعني 10 رجال اعمال كل واحد مليون جنيه، مش كتير قوي على 10 مليون. احنا عندنا 1000 راجل اعمال ممكن يتضرب مليون جنيه يعني، واخد بالك؟ والله. بس عاوزين اللي يتكلموا واللي يعمل لهم دعوه واجتماع وحاجه زي كده يعني. طب ما احنا في هذه الحال بقى احنا نشجع عائلة ساويرس وهم ثلاثة من الاخوة المحترمين حتى بالجيل الثالث بتاعهم، ان هم اللي يتصدروا الدعوة لهذا الاجتماع ما بين بالتعبير بتاع الناس اللي زي حالاتي يعني الرأسماليين المصريين، بانه يساهموا في حركة الترجمة العكسية. انا اعتقد ان هم مش هيتأخروا، ان هم عاملين ده في الجائزة بتاعتهم. مش هيتأخروا، بس انا ارجو ان يعني وزارة الثقافة هي اللي تعمله، عشان ده بيعاوز اتصالات يوميه وشغل وكده وبتاع متابعه. لكن لو اتعمل المجتمع المدني بعيد عن الوزاره هيبقى خلاص الوزاره بلاش تدخل. واخد بالك؟ فهم مش هيتاخروا عن اي حاجه، هم بيعملوا ده وممكن يساهموا كمان. بس انا اتمنى وزاره الثقافه تعمل الدعوه عشان تتابع الموضوع. واخد بالك؟ ايوه.
طيب بس يعني. من وجهة نظر روائي كبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، ترى أنه أي اللغات أولى بحركة الترجمة العكسية من مصر إلى الخارج؟ يعني الإنجليزية ده لا غنى عنها، لكن إيه تاني؟ الإنجليزية والفرنسية والطليانية والألمانية، واخد بالك، ودول في الأول يعني، والإسبانية. أيوة إسبانية، الخمس لغات دول في الأول، واخد بالك، وبعدين ندخل بقى على اليوناني، وندخل بقى على يعني على الكردي وعلى الحاجات دي كلها. بس انت لو عملت الخمس لغات دول والروايات نجحت او الكتب نجحت بره، بتلاقي اللغات الثانيه تطلبها. بطبيعه الاحوال. انا بشكرك جدا 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 الكاتب الروائي الكبير استاذ ابراهيم عبد المجيد، كل الشكر ليك، والف الف مبروك على جائزه النيل او جائزه النيل.